بعد استعراض تشكيلة من الحرس الملكي التي أدت التحية، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأرفود الوزير الأول الليبي السيد علي زيدان الذي يقوم بزيارة عمل وأخوة للمغرب. وذكر بلاغ للديوان الملكي أن جلالة الملك والوزير الأول الليبي أعرب بهذه المناسبة عن ارتياحهما للتطور المضطرد الذي تعرفه العلاقات الثنائية وتعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. وأضاف البلاغ أن جلالة الملك أكد للوزير الأول الليبي أن المملكة تتابع باهتمام بالغ مسلسل الانتقال السياسي والمؤسساتي الجاري في ليبيا. وأعرب جلالته للمسؤول الليبي عن استعداد المغرب لمواكبة الجهود التي تقوم بها ليبيا من أجل كتابة صفحة جديدة من تاريخها في إطار الوحدة الوطنية القائمة على مؤسسات قوية. وخلال هذا الاستقبال يضيف البلاغ، تم التركيز على وحدة المصير المغاربي والأهمية التي ينبغي إيلاؤها لتحقيق اتحاد مغاربي متضامن وفاعل. وتطرق جلالة الملك والوزير الليبي أيضا إلى الوضع الأمني على المستوى الإقليمي وأهمية التحديات التي تواجهها العديد من بلدان الساحل والصحراء، وكذا إيجاد الإجابات الملائمة لها. وفي ختام هذا الاستقبال الملكي أكد صاحب الجلالة للوزير الأول الليبي دعم جلالته الشخصي ودعم الحكومة للجهود التي تبذلها ليبيا في هذه المرحلة الهامة من الانتقال، بما يمكن الشعب الليبي من تحقيق مختلف تطلعاته في الاستقرار والتقدم والازدهار. وقد انضم إلى هذه المباحثات بعد ذلك وزير الشؤون الخارجية بالبلدين على التوالي السيدين سعد الدين العثماني ومحمد محمد عبد العزيز. وفي أعقاب ذلك أدلى الوزير الأول الليبي بتصريح للصحافة قال فيه: هي زيارة الأولى للمغرب، حظينا فيها باستقبال جلالة الملك، وقد أبلغته تحيات رئيس المؤتمر الوطني العام وأعضاء المؤتمر الوطني العام والشعب الليبي، ويتقع في إطار البدء في علاقة جديدة متميزة مع المغرب ترتكز على الاحترام المتبادل والرؤية الواقعية للعلاقات الدولية أو العلاقات الأخوية بينه وبين المغرب. استمعت إلى جلالته، حدثني عن مختلف آفاق العلاقة بينه وبين المغرب وعديد من قضايا المنطقة على المستوى الدولي والإقليمي. تحدثت لجلالته عن طموحاتنا في علاقة مرتكزة على التعاون المشترك في شتى المجالات الاقتصادية والتعاون الاستثماري وفي مجال التجارة البينية والتعاون في مختلف المجالات الأخرى. استمعت بإصغاء إلى كثير من نصائحه المهمة التي بكل تأكيد ستساعدنا في معالجة أوضاعنا الأمنية والعسكرية في ليبيا. ستكون هذه الزيارة استمرار لمن سبقني من الزملاء لتدعيم هذه العلاقة والسير بها في اتجاه يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. وكنا متفقين في شتى القضايا، استوضح مني حول الأوضاع في ليبيا فطمأنته عن أوضاع في ليبيا، وأطمأنه أيضا إلى أن من يسيرون الشأن العام في ليبيا اتجاههم في السياسة العاقلة التي تختلف عن السياسة التي كان ينتججها النظام السابق. ليبيا ستكون عنصر استقرار، عنصر طمأنينة، عنصر مساهمة إيجابية في الإقليم وفي العالم.